حبيبنا لو تكلمتم عن حد عورة المرأة عند كل الأجانب والمحارم والنساء. عورة المرأة عند الرجال الأجانب يعني غير المحارم جميع جسمها. كل المرأة عورة عند الرجال غير المحارم. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب معناه الساتر لكل جسم المرأة من جدار أو ثوب أو باب أو غير ذلك. وأما عند محارمها وعند النساء فيجوز لها أن تكشف ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها ورأسها وقدميها. أما ما لم تجر العادة بكشفه كالذراعين والعضدين أو الساقين فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للنساء أيضا كفالة؟ بالنسبة للنساء نعم، الحال واحد، الحال واحد، هذا هو الأحوط وهو الأحسن للمرأة، لأنها لا تكشف عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه. لأنها لو تساهلت فإنها تكون قدوة لغيرها. جزاكم الله خيرا. وسواء كنا مسلمات أو غير مسلمات، سواء كنا مسلمات أو غير مسلمات، إلا خلاف يسير عند بعض العلماء يرى أن الكافرة مثل الأجنبي، مثل الرجل الأجنبي، يجب عليها أن تحجب منها. قوله تعالى: أو نسائهن، ففهموا من قولها أو نسائهن عن المسلمات. ومفهوم المخالفة أن الكافرات لا يجوز لها أن تكف عندهم. ولكن الصحيح والذي عليه الجمهور أن النساء سواء كنا كافرات أو مسلمات. جزاكم الله خيرا. وهذا أوسع الواقع للنساء، ولا سيما والبيوت مليئة بالخدامات والمستشفيات مليئة بالطبيبات والمعلمات. جزاكم الله خيرا.